مساء الفل عليكم. حابة النهاردة ان انا اشرح لكم حامل الاغطية اللي نازل معانا في العروض. هو طبعا بيحل لي ازمة جامدة جدا لانه بيشيل عدد من الاغطية، يعني مش قليل، بيبقوا يعني مليين للدرج او الدرفة بتاعتي. فيعني دول تقريبا انا عديتهم قبل الفيديو تقريبا 17 غطا. تمام. كمان هنا ساعات بيبقى فاضي فبقوم معلقة غطيان كده لو لقيت ان انا محتاجة احط اكتر. في كمان البوز اللي نازل منه ده، الشفة اللي نازلة منه دي، بقدر ان انا اعلق فيها الغطيان كده. في غطيان بيبقى فيها الفتحة دي، الفتحة دي معمولة ليه؟ علشان نقدر ان احنا نعلقها كده في الشفة اللي نازلة دي، فيديني مساحة عدد اكبر للغطيان ان انا اقدر احطها. فهو بصراحة حالل عندي انا ازمة كبيرة ومريحني جدا يعني.